السلام عليكم، داود عميروش من ملعب مونديلا. وقبل ما نبدا اللايف هذا نشكر الموقع الالكتروني مرمى سبور اللي هو يدير عمل جبار، ومن المنبر هذايا جوست باش نريبونديو لكلكو سابوتور اللي راهم كنت ضد الجزائر. هاوليك الملعب، هايليك لابيلوز، هايليك ما شاء الله. هذه باش يكون في عمل جامعي، خدمت باموال ماشي باهظه، خلاص الملايير. وشنو الناس راهي دير معناتها لي باطون دون لي رو، يحبوا يمشوا يعني الهضره باللي لي زارجينا سون با دي انكومبيتون. اما لها بليك سي لي جاردينيان تكنيسيان تاع المركب اولمبي اللي قاموا بهذا العمل الجبار، وراهم مشكورين. والناس يعني باش تعرف، باش خاطر الناس حبوا يديروا البوز ويكتبوا على يعني الشعب الجزائري، وخاصة محبين كرة القدم ولا المتتبعين تاع الفريق الوطني. هاوليك تو تايتي بري اون شارج، كاين الناس سهرت هنايا ليالي ونهار باش خرج يعني هذا لو بيجو اللي الناس حبوا يعطوا له صورة واحدة أخرى لأغراض شخصية. مالوريزمون أنا كي نشوف دي جورنالست يعطوا يمدوا دي فوز انفورماسيون. الحمد لله يعني في الجزائر كاين صحفيين نزهاء، هم هنايا راهم يشوفوا بعينيهم، وكاع القنوات اللي راهم هنايا موجوده راح يعطوا هاد المعلومه اللي راني نمدها لكم انا اون ديريكت على مرمى سبور، اللي نشكروهم على العمل تاعهم خاطر دائما يمدوا المعلومات الصحيحه. اذا احنا دائما انا داود عميروش دائما بالمرصاد ضد يعني المخربين، الناس اللي راهي ضد النجاح تاع الجزائريين. الو هاوليك الحمد لله الصفحه هذه تاع مرمى سبور عندها الناس يتبعوها، حنا نمدو غير بالحقيقه. وكما قلنا المره اللي فاتت كلش بلي بروف. هاوليك هاو نمشي باش تقولوا يعني راني في جهه واحده. هاوليك ها هاوليك ها هم دربوا الفريق الصومالي او تدرب ها فرحان ما شاء الله. الله ماذا بينا ثاني حنا نفرحوا ونوقفوا كاع مع الفريق الوطني الجزائري غدوه ان شاء الله، والاخرين ربي يهديهم ان شاء الله. وشنو الحمد لله ما احنا عندنا وين نرجع لهم باش نعطوا المعلومه، ونخلوا المشاهد الكرام ولا المتتبع تاع مرمى سبور باش يشوفوا الحقيقه وين راهي. هاوليك وتحيه للجزائريين، وتحيه لا كومبيتونس الجيريان اللي نفتخر بها انا. هيا وشكرا. هاي الناس واقفه هم الخدامين مازالوا ينقيو ما من الفوق. ها الناس هي تخدم صباح وعشيه. هادو ما عمال تاع المركب الاولمبي. ها احنا ان شاء الله نعطوا دائما ان بالي ماج تاع الجزائر العظيمه. هذا سي تا ميساج ا بون اونتوندور ديال كوت سابوتو في الجزائر، بصح الحمد لله الناس تعرف ناس.